تحبي نوح في الحياة؟ طب بتحبيه أكتر ولا ماما؟ أنتِ ماما. نعم يا غزل. ينفع أطلب منك طلب؟ اتفضلي يا غزل. أنا عايزة مصروف عشان أجيب حاجة حلوة من الكانتين. بصي يا غزل يا حبيبتي. نعم. مصروفك ده هتجيبي بيها حاجة حلوة، صح ولا مش صح؟ أيوة صح. والحاجة حلوة دي يا غزل هتطخنك وكمان مش صحية ليكي. أنا عاملة لك سندوتشات صحية ليكي، مفيش مصروف. يا ماما ليه يا ماما؟ بس عايزة مصروف زي أصحابي. لا يا غزل. يا ماما مش الميك اب بتاع ماما. انا جات لي فكره حلوه قوي. انا هقول لاصحابي اللي هرسم لكم على وشكم بالميك اب، بس تدوني 10 جنيه. ايوه عشان اروح اجيب حاجه حلوه من الكانتين. حلوه حلوه مظبوط. نوح هذا كان تنحسن أطرافك يا نوح. كان عندك كم يا نوح؟ هذا كان أمتى يا نوح؟ كان عندك كام؟ هذا أطرافك يا نوح. أيوة انتو كده بقيتوا حلوين قوي. مفيش بقى شكرا. شكرا. ماشي عفوا. وكمان كل يوم هعمل له. انا شخصي حلو بصراحه. لا انت شكلك وحش قوي. اذا كلكم شكلكم وحش. اللي جاب كده عملتيه ده. حبيبتي انت مش عارفه ان الميك اب ممنوع في المدرسه، وكمان تجيب بعد ما جبتي الميك اب بتحطيه لاصحابك وبتدي مقابله فلوس يا غزل. ليه كده يا حبيبتي؟
بس يا ميس انا فاهمك كل حاجه من الاول يا ميس. فاهمين الصراحه يا ميس، انا كنت عايزه يا ميس اخد مصروف من ماما عشان اجيب حاجه حلوه. وبعدين ماما عايزه مصروف، ماما قالت لا مش هتاخدي مصروف عشان الحاجه حلوه بتخني وبتقولي مش مفيده ليكي. فانا الصراحه جات لي فكره، قلت اخد الميك اب بتاع ماما واقول لاصحابي لها اعمل لوكال ميك اب بس تديني 10 جنيه. وهما اللي وقفوا يا ميس، انا ماليش دعوه. انت غلطانه وتفكيرك كله غلط. ليه؟ وبعدين مش ماما ما هتديكيش مصروف عشان منعكي من الحلويات؟ ايوه. يبقى نسمعوا كلام ماما، ما نعملوش حاجه من وراها. اكيد ماما منعت الحلويات ليه يا غزل؟ انت بتقولي عشان بتخنق، وغير كده كمان يا حبيبتي الحلويات دي مش مفيده للصحه، بتعمل امراض وحشه يا غزل. بس يعني المفروض تسمعي كلام ماما، محدش هيخاف عليكي في الدنيا دي كلها قد ماما وبابا والميس بتاعتك. بس انا يا ميس كنت يعني ميس عايزه يكون معايا مصروف زي صحابي يا ميس. لا يا حبيبتي ما ينفعش كده، والتصرف ده ما ينفعش يعدي كده. انا لازم اعمل لك استدعاء ولي امر واجيب مامتك كمان اتكلم معايا. يا ميس ليه يا ميس؟ خلاص انا مش هعمل كده تاني. بس برضه لازم مامتك تعرف هي وصلتك ان انت عملت ايه، ولازم تعرف انت عملت ايه من وراها اصلا. طب يا ميس خلاص انا اسفه يا ميس، مش هعمل كده تاني. ماشي يا غزه، بس لازم برضه اجيب ماما اتكلم معايا. تعتذري بقى لاصحابك كلهم وقول لهم معلش اخر مره اعمل كده. يا ميس انا اسفه والنبي مش على فصلك يا غزل، على فصلك يا غزل. بعد كده اسمعي كلام ماما. يلا. حاضر يا ميس. اتفضلي يا غزل. اهلا وسهلا. استدعي ولي امر يا غزل. هاي غزل. انا اسفه يا ماما. بتاخدي من صحابك فلوس وتمكيجيهم يا غزل؟ انا عودتك على كده يا ماما؟ عشان انت يا ماما ما رضيتيش تديني مصروف يا ماما. ما رضيتش مديكي مصروف علشان انا خايفه عليكي، عشان الحاجه حلوه دي مش صحيه ليكي وكمان هتخني. بس انت ما بتسمعيش الكلام. شوف ابوكي بقى هيعمل فيكي ايه. يا ماما خلاص، بالذات بابا. والنبي يا ماما بالذات بابا. لا يا حبيبتي باباكي لازم يعرف. امشي قدامي يلا. خلاص يا ماما اسف. لا والله العظيم ما ينفع يا غزل. مش هعمل كده. لا اللي انت عملتيه ده غلط. طب مش هعمل كده تاني. امشي يا غزل. انا اسفه. امشي قدامي يلا. عديت الدراسة، خلصت الأجازة، بابا خد مني الأيباد وجاب لي الكراسة. عديت الدراسة، خلصت الأجازة، بابا خد مني الأيباد وجاب لي الكراسة. زي ما في الأجازة لعبنا كتير كتير، لازم في الدراسة نذاكره كتير كتير، علشان يا فيروز تجيبي أعلى الدرجات، لازم كل يوم تعمل الواجبات. بص اللانش بوكس حلو ازاي ده بشكل، لما اصحى الصبح احضر فيها الاكل، واروح كلاس وهاخد كراستي، بيحبني المستر اصلي بعمل واجبي.